مثلا على سبيل المثال. خلوني ياخد معايا المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزاره الاسكان. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا وسهلا استاذ يوسف. اهلا، ازاي الحال؟ كله تمام الحمد لله يا فندم. الحمد لله يا رب دايما. انا كنت دايما اتساءل على الشقق اللي بتتسلم دي. انا شايف ان الشقه مش بس العماره شكلها حلو ومتشطبه حلو، الشقه متشطبه كويس، الشقه مفروشه كويس. الناس دايما بتقعد تشكك يا باشمهندس، ممكن تقطع لنا الشك باليقين؟ يعني وهتبقى دي العاشر مرة نقطع الشك ده للمرة يقين. المليون بس يعني معلش. يعني زي ما حضرتك شفت النهاردة سيادة الرئيس في الافتتاح تفقد وحدة سكنية أو اتنين، وشافوا المرافق كاملة شغالة، ده غير طبعا كل فريق العمل بيتمم على كل الأعمال باستمرار قبل ما سيادة الرئيس يفتتحها. ميه، صرف كهرباء، اتصالات، غاز، حتى يعني حضرتك شفت الوحده السكنيه عامله ازاي. الفرش اللي شفته حضرتك النهارده في الصور ده والزملاء شغالين فيه من وزاره التضامن بقالهم كام يوم، وعلى فكره ده مش اول موقع يحصل فيه كده، ويعني احنا في الحكومه اكتسبت ثقه وقوه جيده جدا عند المواطن، وبالذات اهالينا اللي كانوا عايشين في الاماكن دي، زي ما الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان النهارده في العرض بتاعه الجميل قدام سياده الرئيس قال له ان في اماكن روت السيده اللي هو المكان اللي هو تل العقارب، لما كانوا بيشيلوا الوحدات علشان وبيبنوا وحدات اخرى كانوا بيقولوا مستحيل، لما شافوا الوحدات طلعت شكلها حلو في روت السيده قالوا مستحيل يرجعوكم المكان ده تاني. شوف حتى الاسم، لما لقوا الناس من تل العقارب لروضه السيده بالظبط كده، لما لقوا الناس بتسكن هم جم اهل منطقه الطايبي نفسهم طلبوا تطوير. يعني النهارده نفس الموضوع، المنطقه اللي سيادتك شفتها في حدائق اكتوبر اللي هي المشروع اللي يعني بسبب الكلام عنه اللي هو روضه اكتوبر او روضه اكتوبر اللي هو الاهل سن العجوز اللي كانوا في نزله السلمان، بالفعل في اهالي بتسكن دلوقتي والوحدات بتطلع. عايز اقول لحضرتك ان المخازن هناك فيها جاهزه علشان تفرش للناس باستمرار، كل ما تيجي اسره يتفرش لها الوحده السكنيه وتستلم الوحده وتستلم المرافق شغاله وتستلم كل حاجه شغاله وتستلم يعني الاجهزه الكهربائيه زي ما حضرتك شفت كده. اي اسره مستعده للاستلام والانتقال بنجهز لها ونفرش لها البيت. كل اجهزه الدوله، عايز اقول لحضرتك ان اللي حصل النهارده ده للمره العشرة والمية كمان، ده خطوه على الطريق الصحيح الحكومه والدوله بتقطعها في الاتجاه الصح في حقوق الانسان. يعني يمكن كان ربط العرض النهارده لعرض الدكتور عاصم ما بين حق السكن الملائم، وده يعني طبقا للاستراتيجيه اللي اطلقها سياده الرئيس في سبتمبر السابق، اطلاق استراتيجيه حقوق الانسان اللي اطلقها السيد الرئيس، من ضمن البنود الاستراتيجيه اللي اطلقها السيد الرئيس حق المواطن في السكن الملائم. طبعا ودي خطوه عمليه ناجحه للتنفيذ. الموضوع ده بنتكلم في مثال عملي، دوله انفقت 65 او بنتكلم ما يقرب 65 مليار جنيه على تنفيذ وحدات علشان ترتقي بسكن وحياه وامان المواطن. صح. يمكن كان العرض النهارده بيتكلم في الحته دي بشكل قوي جدا يعني. صحيح صحيح. انا بشكرك جدا باشمهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزاره الاسكان.